أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
وهو على كل شيء.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم يوم القيامة
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يوم القيامة
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Oh.
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. وهو أعلم بما يفعل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم خالدين. وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله
وقالوا الحمد لله الذي خلقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب لا إله إلا
غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب. لا إله إلا هو وإليه المصير. صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سمعنا أخذ الإيمان والإسلام من آيات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الصباغ القارئ بجمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي والمقيم بسديون محافظة القليوبية الإذاعة الصوتية والمملكة العربية ومخازن فرش الكبرى إدارة المعلم أحمد الباسل.